امبارح اجتمع انس واصالة غيث مروان زياد وسارة ببيت اسامة ليحضروا فيديو اسامة اللي تم تصويره قبل فترة بقطر مع عدد كبير من اليوتيوبرز، واللي علق عليه اسامة بانه حيكون اقوى فيديو بقناته. فسرب غيث مروان هالصور من الفيديو، فالصورة الاولى ظهر فيها غيث والثانية على الاغلب كانت شيرين، ونزل لها الستوري مع تاج لاسامة ليرد عليه اسامة ب هورمنا. هذا تسريب لفيديو أسامة. هلو كيف الفيديو؟ نار. كيف الفيديو؟ كيف الفيديو؟ أبدع. أنا والله سلام بتشيل اللقطة هلا. أما أنس وأصالة ومن بعد ما حضروا الفيديو ودعوا الشلة وغادروا دبي لوجهة لم يذكروها، وشفنا الوداع من خلال هالستوريهات. ليه الأزرق؟ بدي أحط موسيقى طيب. لا ضحك شيء، ضحك بس ضحك. نزل الجحر طبوش. أصالة بس تأكل. هلا أجيك لو سمحت. هاي شو القصة الكل عم يحكوا عليها؟ أصالة. الله.